ماذا ورد في فضل زيارة المرضى؟ ورد فضائل كثيرة وأحاديث كثيرة في فضل زيارة المريض والدعاء له بالشفاء، لأن في ذلك تطيبا لخاطر المريض ومواساة له. وقد جاء أن الذي يزور المريض أنه يخوض في الرحمة، وأنه في خرفة الجنة يعني جناها، وغير ذلك من الأحاديث التي ترغب في عيادة المرضى. نعم.